شهدت مرحلة الانقسام نشاطاً تشريعياً في المجال الزراعي، وصدر العديد من القرارات بقوانين التي تؤثر بشكل مباشر على المزارعين والنشاط الزراعي النباتي والحيواني والأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، أبرزها التشريعات المتعلقة بصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية والمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي والتعديلات التي جرت على قانون الزراعة 2003 الصادر عن المجلس التشريعي، وتعديلات في مجال ضريبة الدخل والقيمة المضافة على النشاط الزراعي، وتشريعات بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني وغيرها. حققت بعض هذه التشريعات تقدماً جزئياً في مجال حماية المزارعين وخاصة صغار المزارعين ودعم النشاط الزراعي. سيتم البناء على ما تحقق بموجبها من مكتسبات للمزارعين والنشاط الزراعي والعمل على تقويتها وتعزيز آليات تنفيذها بما ينسجم وأحكام الدستور الفلسطيني والمعايير الدولية والممارسات الفضلى في تجارب الدول، وبعضها الآخر سجل تراجعاً وزاد من معاناة المزارعين والتدهور الحاصل في النشاط الزراعي، أبرزها التعديل الذي جرى على قرار بقانون صندوق درء المخاطر عام 2018 في مسألة الرديات الضريبية والمساهمات المالية، وأثار غضب المزارعين وعمق أجواء تآكل الثقة مع الحكومة. يأمل اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين في توحيد تشريعات القطاع الزراعي التي صدرت خلال الانقسام في مسار إصلاح وتوحيد التشريعات والمؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة. اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين